اطمأن محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل على نسب الإنجاز المتحققة في حملة إعادة الأعمار في منطقة السيد غريب شمالي دجيل استعدادا لاستقبال النازحين، مؤكدا أن تعاون القوات المازكة للأرض مع الوجهاء وشيوخ العشائر والدوائر الخدمية قد حقق نتائج إيجابية، مشددا على العمل بعزيمة لإنجاز المهمة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وطلع المحافظ في جولة تفقدية للمنطقة برفقة القيادة الأمنية ومدراء الدوائر على المراحل المتقدمة في إعادة تأهيل الطرق وجسور الكهرباء والماء ونشر منظومة متطورة لدعم وتسهيل عمل القوات الماسكة للأرض، مشيدا بهذا الجهد الذي سيكلل بعودة النازحين وطي صفحة الإرهاب وتحقيق مشاريع تنمية واستغلال الموارد لتحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين.